للوقوف أكثر على تقليص أعداد موظفي وزارة التربية بكردستان العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد صبري. السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية، كيف ترى قرار وزارة التربية في العراق تقليص أعداد الموظفين والمدارس إلى 50% في المدارس التي تخدم النازحين من المدن المستعادة في مناطق كردستان العراق؟ وهذا القرار مشحف بكل الأحوال، وبالتالي سينعكس سلبا على المستوى التعليمي والعلمي وأيضا الاجتماعي لدى الطلاب والأساتذة وأيضا أبناء وعوائل هؤلاء الطلاب. يعني كان منتظر من وزارة التربية أن تعطي فتحة كبيرة وتأييد كبير لهؤلاء الطلبة الذين يعانون من أوضاع اقتصادية جوية سيئة، ولكنها ذهبت إلى 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 خيار آخر يفرز حال الاستقطاب السياسي والطائفي لدى الناجحين الذين ينون من وطأة أحوالهم الشخصية. نعم. طيب، أثر هذا القرار على التلاميذ والمدرسين والعملية التعليمية ككل، وكيف يمكن اتخاذ مثل هذا القرار بوقت بداية المدارس أو ربما امتحانات نصف السنة على الأبواب؟ بتقديري أن هذا القرار يعني ينطلق من قضايا سياسية ربما ستزيد من أزمة النازحين الذين يتطلب من الحكومة الحالية أن تمد لهم يد العون والمساعدة وأيضا تعطيهم فسحة كبيرة من في مجال التعليم، لأن التعليم حق كفله الدستور في جميع الأحوال، ولكن الحكومة العراقية الحالية رأت أن تستدير عن كل هذه المتطلبات الإنسانية بهذا القرار المجحف. اليوم لا ندري ما هي المبررات التي ساقتها الحكومة لهذا القرار، ولكن في نفس الوقت هل وفرت الوزارة بدائل؟ وأن وفرت البدائل، هل يتحمل النازحون حالة نزوح جديدة بسبب هذا القرار؟ هنا تكمن المشكلة. يعني بالنظر ما كان ينتظره النازحون وأيضا الأسرة التعليمية في كردستان من إجراءات ربما تخفف من وطأة ما يجري في هذه المدارس، تراها تكون عاجزة عن مساعدة هؤلاء، وبالتالي هذا يكشف عجز الحكومة العراقية في مواجهة جميع التحديات والمتطلبات التي يعاني منها العراقيين وتحديدا أبناءنا الطلبة في منطقة كردستان. طيب، ما هي المبررات التي ساقتها الحكومة لاتخاذ مثل هذا القرار؟ المبررات غير واقعية ولا تنطبق على الوضع الحالي. المبررات تكمن في النظر إلى هذا الموضوع نظرة قاصرة وبعين واحدة، لأنها هي المسؤولة عن هؤلاء الذين يجب أن تتوفر لهم كل مستلزمات العيش الرغيد، وبالتالي التعليم مهم وأساسي لهؤلاء الطلبة. كما ذكرتم، يعني بحسب الدستور الحالي فإن الحق في التعليم مكفول لكل مواطن وهو من مسؤولية الحكومة. أين تقف الدوافع السياسية في هذا القرار، ولا سيما أنه يستهدف نازحين من المناطق بعينها؟ على الرغم من أن هذا الدستور مشكوك في صحيته ومطعون في شرعيته، ولكن في أحد مواده أكد أنه التعليم حق يكفله الدستور لهؤلاء، ولكن نرى أن الحكومة العراقية قفزت على هذه المادة ووضعت هؤلاء التلاميذ مئات بل آلاف الطلبة في العراء، وبالتالي منعتهم من التمتع بحق التعليم التي كفلتها جميع القوانين الوضعية والدولية والمحلية. من عمان الأستاذ أحمد صبري الكاتب والصحفي العراقي، شكرا جزيلا لك.